حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعص مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن، ولو شيدته بالجندلي، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي. إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي، أو أنكرت فرسان عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي. ولقد نكبت بني حريقة نكبة لما طعنت صميم قلب الأخيلي، وقتلت فارسهم ربيعة عنوة والهيذبان وجابر بن مهلهلي، وابني ربيعة والحريش ومالك والزبرقان غدا طريح الجندلي، وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزلي. يا نازلين على الحما ودياره، هل لا رأيتم في الديار تقلقلي؟ قد طال عزكم وذلي في الهوى، ومن العجائب عزكم وتذللي. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي.